هلا وهلا. طبعا عذرا على الانقطاع اللي صار اعتقد اسبوع او اكثر، بس حرفيا كنا نجهز لي شغلات التخرج بين ما نروح نشتري القاط والسوالف والنقوصات. فاليوم حشوفكم هيك اشياء بسيطة جدا من تجهيزات، فتابعونا. بدينا اليوم بشي جدا نيجاتيف، استلمنا اوراق اللغه. تذكروا من قلت لكم ده اقرا لغه وسويت فيديو. المهم ماخذ 8 من 15، يعني على الحافه، ان شاء الله نعوضها بالشهر الثاني. المهم بقينا من الساعه 8 8:30 تقريبا لحد 10 احنا ننتظر الاوردر نستلمه من الاوردر مال تجهيزات التخرج. فصراحة كانت مدة كلش طويلة، وجمعنا احنا كنا بالحديقة الخارجية احنا البنات مال كل السكشنز، وبقينا ننتظر هذين 3 ساعات تقريبا. المهم تقريبا الساعة 11 سلمنا الاوردر الحمد لله، وما راح اشوفكم اياه بشكل كامل على مود بيوم التخرج تشوفونه، يعني تشوفونه كله بشكل مرتب. هاي هنا الجزدان، هذني انا اشتريت هنا الجزدان وهذا الحذاء. انا هاي الشهادة جابونها كهدية يعني ويا التجهيزات. لون الشال كملنا لانه تعبنا كلش، فرحنا ناكل اشياء خفيفة لطيفة. خلص هذا اليوم المتعب صراحة، يعني رجعت كلش تعبانة من انتظرنا هواية، انصدمنا بأوراق اللغة. فحصور لكم شنو اللي صار باليوم الثاني. بدينا باليوم الثاني، ما أعرف شنو كانوا يعني حاطين ميز، نسيت صراحة شي يسمونه، هذا مهرجان ما أعرف شنو يحطون عليه شغلات، يعني شغلات جميلة لطيفة ويبيعوها يعني بأسعار حلوة. ف هاي الشغلات اللي شفتها. هاي طبعا خط ايد، هاي البنية قاعد تكتب فوق، خطها كلش حلو يجنن. رحنا المطعم اسمه ورق عنب، طبعا اكله يجنن يجنن حرفيا، بس يعني شويه دسم. فانا طلبت هاي اللفه اللطيفه، والبنات طلبوا ما اعرف شنو شاورما وورق عنب. الاكل كان كلش لذيذ، بس هذا مو اعلان والله. هاي اللفه مالتي اسمها شاورما لبنانيه، طعمها يجنن يجنن حرفيا. طبعا بعد ذني اليوم وين المتعبات، صارت عندنا حالة طوارئ، فاضطرينا انه نروح للمستشفى ونبات بيها يومين، بس الحمد لله يعني هسه احنا طلعنا. فيا كان يوم كلش متعب صراحة، والغرفة كلش صغيرة، يعني النوم مو مريحة، بس الحمد لله والشكر يا رب. الله يشافي كل جميع مرضى المسلمين يا رب، الأطفال الكبار الشباب.
وبس لين أنا خلص الفيديو. أدري صار هو منزلة تقريبا أسبوع أو أكثر مثل ما قلنا، بس شفتوا الحالات اللي صارت وياي، تجهيزات التخرج أخذت مني كل شو وقت هواي وما لحقت أسوي شيء. لما رحنا المستشفى هماتين ما كان أكو إنترنت هناك، فبس هذا كان الفيديو وأتمنى تعذروني لأن هم راح أنقطع لأنه هاي الأسبوعين صحيح عندنا عطلة، بس عندي بحث تخرج ولازم أقعد أكتب وأخلصه قبل التطبيق. فإن شاء الله بعد ما نكمل البحث نرجع بقوة للقناة. فبس thanks for watching. bye. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب. نتمنى لما نرجع من فترة الانقطاع نشوف قناتنا كبرت. شكرا جزيلا.